عن الثقافة المصرية ومستقبلها والتحديات التي تواجهها. في حياتنا نتحدث كثيراً عن الثقافة. عندما نتناول العلم والتعليم ونطمح للتقدم نحتاج إلى ثقافة، وعندما نواجه تهديداً لتاريخنا وهويتنا نلجأ للثقافة ونحتمي بفنوننا وحضاراتنا. مع الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة. كيف ترى حال الفنون في مصر حالياً؟ وزارة الثقافة بالكاد قادرة تكفي المسارح بتاعتها، عدد المسارح قل وفي قصور في الميزانيات، يعني في أعمال كتير بتؤجل لأن ملهاش ميزانية. جهاز التنسيق الحضاري أين هو في شوارعنا وميادنا؟ أين هو من اللا تنسيق اللي موجود؟ هقول لحضرتك حاجة، هو ليس جهة تنفيذية، هو جهة استشارية. عن المسرح والسينما والموسيقى والغناء، وأين نحن من فنون لنا فيها السبق والريادة؟ إحنا عندنا محافظات ما فيهاش دار سينما واحدة. أيوة الحقيقة. ما فيهاش مسرح. أيوة. أنا مش محتاجة أكتر من مسرح في كل محافظة. يعني ده يكفي كبداية. عن الثقافة، عن أحوالها وفنونها، عما نريده لعقل ووجدان المصريين. حوار جديد في حديث العرب من مصر الخميس 7 مساء على قناة مصر الأولى.